اليونيسف تندد بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على مأرب، والحكومة اليمنية تستغرب الصمت الدولي. الحكومة السودانية تحذر من نفاد الأدوية والقمح والوقود بسبب إغلاق شرق البلاد، ومجلس نظارات البيجا ينفي. الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب شمال عمان والإمارات. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية على شاشة الحدث. نددت اليونيسف بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على مأرب، وقالت إن الهجمات على المدنيين وبينهم الأطفال خرق للقانون الإنساني الدولي، مضيفة أن أكبر عدد من الأطفال الذين أبلغ عن مقتلهم أو إصابتهم أكبر من أعداد الأطفال الضحايا على مر شهور سابقة. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من جهته عبر عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية إيرانية الصنع. قال الإرياني إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب هو عمل انتقامي جبان يعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق انتصار ميداني. كما استغرب وزير الإعلام اليمني من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الإرهابية. هذا وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن أكثر من 35 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء جراء قصف ميليشيا الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على حي الروضة السكني بمدينة مأرب. أوضحت المصادر أن أحد الصواريخ سقط على منزل مما أدى إلى مقتل امرأة وطفلين وتدمير المنزل بالكامل. أشارت المصادر أيضا إلى أن انفجار الصواريخ قد أثر الرعب في أوساط المدنيين بحي الروضة الذي تستهدفه الميليشيات بشكل متواصل منذ تصعيد عدوانها على محافظة مأرب. اليوم ميليشيات الحوثية الإجرامية ترتكب مجرى بحق الشعب اليمني، بحق الأطفال، بحق الساكنين، بحق الآمنين النازحين الذين هربوا من ميليشيات الحوثية من بلادهم، وإذا بهم تتعقبهم إلى هنا إلى داخل مدينة مأرب، مأرب الآمنة المكتظة بالسكان أكثر من 2 مليون نسمة، وتقوم إذا ضربت في الجبهات وإذا هزمت وإذا كسرت من الرجال إذا بهم يرجعوا يضربوا صواريخ باليستية على بيوت الساكنين الآمين. فندعو المنظمات والتي لا نؤول عليها أن تقف إلى جانب الشعب اليمني، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، إن كان لديهم إنسانية أن ينظروا إلى هؤلاء الأطفال، ماذا ارتكبوا، ماذا عملوا من جريمة حتى يقتلوا بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية. إن كانوا رجال فرجال الرجال منتظرين لهم في الجبهات، فليذهبوا إلى هناك، يدعوا مأرب آمنة، يدعوا مأرب ساكنها آمنة، وليتفضلوا الجبهات. الحوثي استهدف الأطفال والنساء فوق الغداء وهم آمنين، ما بهم أي ذنب. إحنا بنتغدى وإذا بالحوثي صاروا خير يضربون على المدنيين، أصابوا المدنيين وفزعوا الناس، خربوا البيوت، قتل بعض الأطفال وجرحنا النساء. ولو في الشجاعة الحوثي لا يضرب المدنيين في الأحياء السكنية، يضرب الناس في الجبهات، يقاتل في الجبهات قتال الرجال. وقد دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى وقف الحرب في اليمن، مؤكدا أن الحكومة الشرعية تمد أيديها للسلام. وخلال لقائه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل قال هادي إن جماعة الحوثي ومن يقف خلفها لا يؤمنون بالتعايش والسلام ولا يجدون إلا لغة السلاح،
بدوره أكد باريل على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن وصولا إلى تحقيق السلام. هذا وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تقديره للدور الذي تلعبه السعودية في محاولاتها لإنهاء الأزمة اليمنية، وأعاد التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي لها. ما يحدث في اليمن مأساة فظيعة للشعب هناك وله تأثير على المنطقة برمتها. نقدر جهود المملكة العربية السعودية الموجهة نحو إنهاء النزاع وندين الهجمات العابرة للحدود على أراضي المملكة. ويجب أن أذكر هنا تردد الحوثيين في وقف إطلاق النار الذي كنا نطالب به. هذا الصباح التقيت بالمبعوث الأممي لليمن هانز غرومبرغ، وأعدت التأكيد أن على كل أطراف النزاع الوصول لتسوية سلمية. وقد أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن رهان ميليشيا الحوثي على الخيارات العسكرية في اليمن هو خيار خاطئ وخطير. كما بينت لمعالي خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن ورفضها لمبادرات السلام واعتدائها المستمر على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة الابتزاز والمساومة. حذر مجلس الوزراء السوداني من أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والقمح والوقود على وشك النفاد بسبب إغلاق شرق البلاد، مؤكدا على أنها قد تعثرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي رغم كل الجهود للإفراج عن حاوياتها. لكنه أكد في الوقت نفسه أن قضية شرق البلاد عادلة ولها أولوية قومية قصوى. واعتبر المجلس في بيان أن حل الملف هو سياسي بالأساس، مشددا على أهمية أن يدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة. كما حذر المجلس من تبعات إغلاق الميناء في بورت سودان والطرق القومية بما يضر بمصالح السودانيين، واصفا تلك الأساليب بأنها ترقى إلى جريمة في حق ملايين المواطنين بحسب البيان. من جانبه نفى المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تصريحات الحكومة حول منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق، وقال المجلس إن الأدوية لا تزال بالميناء بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة للأمر بالتصعيد في شرق البلاد. كما استنكر في بيانه بيان الحكومة واصفا إياه بأنه عار تماما عن الصحة، ومؤكدا أن التروس لن ترفع في الإقليم الشرقي ما لم يلغى مسار شرق السودان، وأن المجلس ينتظر قرارات لحل المشكلة مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها بدلا من بيانات الإدانة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التحالف الدولي اعتقل 2 من قيادة تنظيم داعش في ريف الرقة. وأوضح المرصد أن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، كما اعتقلت 2 من داعش إضافة لعدد من النساء. أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة. وقد أعلن الجيش الأمريكي أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قتل بغارة جوية في منطقة إدلب قبل أيام هو سليم أبو أحمد. اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إسرائيل بالوقوف وراء انفجار 23 من يونيو في مجمع تساي لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج. وقال إسلامي إن مكان المجمع خاصة مكان كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد جرى تدميره جراء الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيقات حول الانفجار ما زالت جارية، قائلا إن تفاصيل مهمة عن هذا الحادث قد قدمت لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وفيينا. و طبیعی است که باعثی اونها ابتدا موقعیت و موضع خودشون نسبت به اون حادثه روشن بکنن و ما باز تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم.
شهدت مدينة طنجة في شمال المغرب مواجهات ومشاحنات وعراكا بالأيدي وتبادلا للسباب وللتهديدات بين النواب المنتخبين الذين نجحوا في الانتخابات المحلية الأخيرة، وذلك خلال جلسة انتخاب رئيس مقاطعة طنجة. تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة في شمال سلطنة عمان، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحا قوية وأمطارا، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في الممتلكات قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان قالت إن خدمة الكهرباء قد انقطعت في ولايتي بركاء والمصنع بمحافظة جنوب الباطنة وولاية سويق بمحافظة شمال الباطنة، وتتجه العاصفة إلى محافظة مسندم شمال السلطنة وإلى المناطق الشمالية من الإمارات. كما أشار مراسل الحدث إلى أن المنطقة الشرقية من الإمارات تشهد استقرارا في الأجواء إضافة إلى انخفاض بارتفاع الأمواج، وقال إن فريق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب لأي تطورات. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الحدث.net. في أمان الله. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حث كسابقي بوقائع أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. أحداث تولد على مدار الساعة، صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمعت عقارب الساعة تتسابق، نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله.
اليونيسف تندد بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على مأرب، أما الحكومة اليمنية فتستغرب الصمت الدولي. الحكومة السودانية تحذر من نفاد الأدوية والقمح والوقود بسبب إغلاق شرق البلاد، ومجلس نظارات البيجا ينفي. التحالف الدولي يعتقل قياديين من داعش ونساء بإنزال جوي بريف الرقة، ومقتل مدني بالمداهمة. الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب شمال عمان والإمارات. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نددت اليونيسف بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على مأرب. قالت إن الهجمات على المدنيين وبينهم الأطفال خرق للقانون الإنساني الدولي. أضافت أن عدد الأطفال الذين أبلغ عن مقتلهم أو إصابتهم أكبر من أعداد الأطفال الضحايا على مر شهور سابقة. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ومن جهته عبر عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية إيرانية الصنع. الإرياني قال إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان يعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق انتصار ميداني. استغرب وزير الإعلام اليمني من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الإرهابية. وقد كانت مصادر محلية قد أفادت بأن أكثر من 35 مدنيا سقطوا ما بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء جراء قصف ميليشيا الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على حي الروضة السكني بمدينة مأرب. أوضحت المصادر أن أحد الصواريخ سقط على منزل مما أدى إلى مقتل امرأة وطفلين وتدمير المنزل بالكامل. المصادر أشارت إلى أن انفجار الصواريخ قد أثار الرعب في أوساط المدنيين بحي الروضة الذي تستهدفه الميليشيات بشكل متواصل منذ تصعيد عدوانها على محافظة مأرب. اليوم ميليشيات الحوثية الإجرامية ترتكب مجرى بحق الشعب اليمني، بحق الأطفال، بحق الساكنين، بحق الآمنين النازحين الذين هربوا من ميليشيات الحوثية من بلادهم، وإذا بهم تتعقبهم إلى هنا إلى داخل مدينة مأرب، مأرب الآمنة المكتظة بالسكان أكثر من 2 مليون نسمة، وتقوم إذا ضربت في الجبهات وإذا هزمت وإذا كسرت من الرجال إذا بهم يرجعوا يضربوا صواريخ باليستية على بيوت الساكنين الآمين. فندعو المنظمات والتي لا نؤول عليها أن تقف إلى جانب الشعب اليمني، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الإنسان إن كان لديهم إنسانية، أن ينظروا إلى هؤلاء الأطفال، ماذا ارتكبوا، ماذا عملوا من جريمة حتى يقتلوا بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية. إن كانوا رجال فرجال الرجال منتظرين لهم في الجبهات، فليذهبوا إلى هناك، يدعوا مأرب آمنة، يدعوا مأرب ساكنها آمنة، وليتفضلوا الجبهات. الحوثي استهدف الأطفال والنساء فوق الغداء وهم آمنين، ما بهم أي ذنب. إحنا بنتغطى غداء الحوثي صاروا خير يضربون على المدنيين، أصابوا المدنيين وفزعوا الناس وخربوا البيوت، قتل بعض الأطفال وجرحنا النساء. ولو في الشجاعة الحوثي لا يضرب المدنيين في الأحياء السكنية، يضرب الناس في الجبهات، يقاتل في الجبهات قتال الرجال.
وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تقديره للدور الذي تلعبه السعودية في محاولاتها لإنهاء الأزمة اليمنية، أعاد التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي. ما يحدث في اليمن مأساة فظيعة للشعب هناك وله تأثير على المنطقة برمتها. نقدر جهود المملكة العربية السعودية الموجهة نحو إنهاء النزاع وندين الهجمات العابرة للحدود على أراضي المملكة. ويجب أن أذكر هنا تردد الحوثيين في وقف إطلاق النار الذي كنا نطالب به. هذا الصباح التقيت بالمبعوث الأممي لليمن هانز غرومبرغ وأعدت التأكيد أن على كل أطراف النزاع الوصول لتسوية سلمية. هذا وقد أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رهان ميليشيا الحوثي على الخيارات العسكرية في اليمن هو خيار خاطئ وخطير. كما بينت لمعالي خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن ورفضها لمبادرات السلام واعتدائها المستمر على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة الابتزاز والمساومة. دعا الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى وقف الحرب في اليمن مؤكدا أن الحكومة الشرعية تمد أيديها للسلام. وخلال لقائه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل قال هادي إن جماعة الحوثي ومن يقف خلفها لا يؤمنون بالتعايش والسلام ولا يجيدون إلا لغة السلاح. كما أكد بوريل على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن وصولا إلى تحقيق السلام. في تحد جديد للاتفاق النووي كشف نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن بلاده سوف تواصل عملية تخصيب اليورانيوم، لكنه اعتبر أن إيران لن تستخدم ذلك لإنتاج القنبلة النووية. إسلامي قال إن إيران بصدد تأمين 50% من حاجاتها من الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية، وهذا هو الهدف الرئيس للمرحلة المقبلة بحسب قوله. يأتي ذلك تزامنا مع ما كشفت عنه منظمة الطاقة النووية الإيرانية بأن طهران تتجه لتدشين مشروع بناء مفاعل أراك IR-20 النووي بحلول مارس المقبل. حذر مجلس الوزراء السوداني من أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والقمح والوقود على وشك النفاد بسبب إغلاق شرق البلاد، وأكد أنها قد تعثرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي رغم كل الجهود للإفراج عن حاوياتها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن قضية شرق البلاد عادلة ولها أولوية قومية قصوى. اعتبر المجلس في بيان أن حل الملف هو سياسي بالأساس، وشدد على أهمية أن يدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة. حذر المجلس من تبعات إغلاق الميناء في بورت سودان والطرق القومية بما يضر بمصالح السودانيين، كما وصف تلك الأساليب بأنها ترقى إلى جريمة في حق ملايين المواطنين بحسب البيان. من جانبه نفى المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تصريحات الحكومة حول منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق. قال المجلس إن الأدوية لا تزال في الميناء بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة للأمر بالتصعيد في شرق البلاد، واستنكر في بيانه بيان الحكومة واصفا إياه بأنه عار تماما عن الصحة، وأكد أن التروس لن ترفع في الإقليم الشرقي ما لم يلغى مسار شرق السودان. وقال إن المجلس ينتظر قرارات لحل المشكلة مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها بدلا من بيانات الإدانة. فاصل قصير ونواصل.
سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. انهزمنا من القصف وانهزمنا من الطيران والحجينا هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التحالف الدولي اعتقل 2 من قيادات تنظيم داعش في ريف الرقة. أوضح المرصد أن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، كما اعتقلت 2 من داعش إضافة لعدد من النساء. أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة. أعلن الجيش الأمريكي أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قتل بغارة جوية في منطقة إدلب قبل أيام هو سليم أبو أحمد. بعد الإسرائيليين والأمريكيين، كشف تقرير لصحيفة الجارديان عن دور محتمل لبريطانيا باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني. الصحيفة البريطانية كشفت عن معلومات تشمل مشاركة قاعدة استخبارات للسلاح الجوي الملكي البريطاني في عملية الاغتيال، لكن المسؤولين البريطانيين رفضوا التعليق على الأمر بحسب الجارديان. على الرغم من أن القاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، إلا أنها أكبر قاعدة خارجية تابعة لوكالة الأمن القومي البريطاني، ويعمل بها ما يزيد على 600 أمريكي و500 بريطاني. الجارديان قالت أيضا إن القاعدة البريطانية اعتمدت على جمع بيانات من ملايين الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية يوميا التي أسهمت في جمع معلومات استخباراتية استخدمت في ضربات قد يكون منها اغتيال سليماني. اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إسرائيل بالوقوف وراء انفجار 23 من يونيو في مجمع تساي لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج. قال إسلامي إن مكان المجمع، خاصة مكان كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد جرى تدميره جراء هذا الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيقات حول الانفجار ما زالت جارية وإن تفاصيل مهمة عن هذا الحادث قد قدمت لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وفيينا. ببینید دوربین های برجامی الزامی نداره، خود آژانس هم این رو میدونه. نکته ای که حائز اهمیت اونجا با یک حادثه تروریستی که رژیم صهیونیستی هم اظهار کرده مواجه بوده و طبیعی است که بایستی اونها ابتدا موقعیت و موضع خودشون نسبت به اون حادثه روشن بکنن و ما باز تا به مسببات شورای عالی امنیت ملی است. في تونس انتظمت مسيرة حاشدة لدعم الرئيس قيس سعيد على مواصلة إجراءات 25 من يوليو، شارك فيها أكثر من 8000 من المتظاهرين الذين رفعوا شعارات مناهضة لحركة النهضة ورئيسها رشد الغنوشي وطالبوا بحل البرلمان وملاحقة الفاسدين قضائيا وتغيير النظام السياسي في البلاد. المظاهرة تزامنت مع مسيرات أخرى في مختلف جهات البلاد.
الحل البرلماني وملاحقة الفاسدين قضائيا والاستفتاء على تغيير الدستور والنظام السياسي كانت أبرز الشعارات التي رفعها المواطنون في مظاهرة صمود لمطالبة الرئيس باستكمال قرارات 25 من يوليو، وحملت شعارات منددة بحركة النهضة ورئيسها. نحيو الفاسدين الكل وتحل هالبرلمان متاع اللي عمل لنا نكدة، عمل لنا غصة. نطالب قيس سعيد بحلين البرلمان وتعديل الدستور. لكان الناس تحكي على انقلاب على الدستور، هذا انقلاب شعب على تخمة سياسية، على عصابة حاكمة. مظاهرة وسط العاصمة تزامنت مع مسيرات في مختلف جهات البلاد، والمطالب ذاتها القطع مع المنظومة القديمة وتأسيس الجمهورية الثالثة. مطالبة بمحاسبة من أذنب في حق الشعب التونسي وفي حق المالية العمومية التونسية وفي حق الجهات الداخلية التونسية، لأن منظومة 14 جان في 24 جويلية ماذا كرست؟ كرست الخراب طيلة 10 سنوات. البرلمان انتهى سياسيا وأخلاقيا وشعبيا، انتهى اليوم ما عادش فما برلمان، وبالتالي هي المسألة مسألة وقت حتى يتم أن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عن طريق الاستفتاء. ومع تحرك الشارع التونسي تتحول الأنظار مجددا إلى قصر القصبة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون أولوياتها معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد. بالألاف جاءوا إلى وسط العاصمة وفي باقي المحافظات ضمن مظاهرة الصمود ودعوة الرئيس قيس سعيد لمواصلة ما بدأه ضمن قرارات 25 من يوليو. مطالبهم حل البرلمان وملاحقة الفاسدين قضائيا والاستفتاء على تغيير الدستور والنظام السياسي في البلاد. من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وليد عبد الله، الحدث. شهدت مدينة طنجة في شمال المغرب مواجهات ومشاحنات وعراكا بالأيدي وتبادلا للسباب والتهديدات بين النواب المنتخبين الذين نجحوا في الانتخابات المحلية الأخيرة، وذلك خلال جلسة انتخاب رئيس مقاطعة طنجة. سيد محمد البشير العقلاوي هذا سيد نحن نمس أمام الجلسة القانونية ننادي فيها على الأطباء السنة في ترقوتي الجلسة تباينت آراء النازحين في مخيم هارشم في أربيل حول مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات العراقية من عدمها والمزمع إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل. ما أن تدخل مخيمات النزوح في أربيل حتى تستقبلك وجوه النازحين المليئة بالحزن والعتب على الأحزاب والكتل السياسية التي تمثلهم في البرلمان، وذلك بسبب تركهم يواجهون مصيرا مجهولا منذ 6 سنوات حسب ما يقولون. فقد تباينت آراؤهم تجاه مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات العراقية من عدمها، تلك الانتخابات المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل. هذولا مصلحتية، هذولا حرامية، هسه تبعد يفترون علينا انتخابات. إيه بالله، أي نازح ينتخب مجنون؟ ننتخب أكيد، يعني هالمرة ننتخب الشخص اللي يفيدنا، يعني لازم نميزه شيوخ العشائر، لازم هي تطلعه الشخص اللي يمثل المصلحة حقيقي، يعني مو يجي يستلم راتب ويروح يقعد بغير دولة. أنا بالنسبة لي أنا ما أنتخب كصراحة، لأن أول شيء ما حد سوالي شيء، صار لي 6 سنين لا راتب
لا بيت لا رعاية. سكان مخيم هرشم للنازحين ممن كانوا يقطنون محافظات نينوى وصلاح الدين كرروا مطالبهم في إعادة إعمار دورهم المهدمة والبنى التحتية لمناطقهم من أجل العودة إليها، رافضين إعادة انتخاب المرشحين الذين أخفقوا في إعادة النازحين إلى مناطقهم حسب قولهم. يعني الناس عندها تضجر من انتخابات وعندها ملل، لأن من 2003 تقريبا نفس الوجوه، ماكو أي تغيير. بس لا، احنا ندعو للمشاركة بالانتخابات وندعو لازم الشعب كله يشارك ولازم كله، بس لازم يميز، يعني يميز من ينتخبه، يميز يعني صارت عندهم تجربة أكثر من مرة، عرفوا حشم يسمع الفاسد، عرفوا اللي يخدم هذا الشعب اللي ما يخدم. دورتان برلمانيتان مضتا ولم يجد هؤلاء النازحون حلولا جادة لهم في إنهاء كابوس النزوح الذي جثم على صدورهم، بيد أنهم سيشاركون في التصويت على الانتخابات المقبلة وكلهم أمل أن يجدوا في هذه المرة ما ينتشلهم من واقعهم المرير والمؤلم. من مخيم هرشم للنازحين في أربيل، أحمد الحمداني، الحدث. تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة في شمال سلطنة عمان، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحا قوية وأمطارا مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في الممتلكات قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط. وتتجه العاصفة إلى محافظة مسندم شمال السلطنة وإلى المناطق الشمالية من الإمارات. أشار مراسل الحدث إلى أن المنطقة الشرقية من الإمارات تشهد استقرارا في الأجواء، إضافة إلى انخفاض بارتفاع الأمواج، وإن فرق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب لأي تطورات. وصل عدد من مشاة البحرية الأمريكية الذين تم نشرهم في أفغانستان إلى قاعدتهم الأم في كامب بندلتون حيث التقوا أسرهم. اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية شمال العاصمة الأفغانية كابول بين عناصر من حركة طالبان ومجهولين. جاء ذلك بعد وقوع انفجار ضخم في الحي 17 في كابول أعقبه بدء المعارك بالرصاص. قالت مصادر إعلامية أفغانية إن الاشتباكات جرت بين عناصر طالبان وآخرين من تنظيم داعش،
وكان انفجار قد استهدف مسجدا في كابول قبل ذلك بساعات أثناء مجلس عزاء لوالدة المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح اللامجاهد. تدفق المزيد من الحمم البركانية التي نفذها بركان كومبر فيخا بجزيرة لا بالما الإسبانية بعد انهيار الجانب الشمالي للبركان. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانهيار قد تسبب بتدفق حمم بركانية جديدة باتت تهدد عدة بلدات قريبة. وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. اليونسيف تندد بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على مأرب، والحكومة اليمنية تستغرب الصمت الدولي. الحكومة السودانية تحذر من نفاذ الأدوية والقمح والوقود بسبب إغلاق شرق البلاد، ومجلس نظارات البيجا ينفي. التحالف الدولي يعتقل قياديين من داعش ونساء بإنزال جوي بريف الرقة ومقتل مدني في المداهمة. الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب شمال عمان والإمارات. أشكركم على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء. الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة.
اليونيسف تندد بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على المأرب، والحكومة اليمنية تستغرب الصمت الدولي. الحكومة السودانية تحذر من نفاد الأدوية والقمح والوقود بسبب إغلاق شرق البلاد، ومجلس نظارات البيجا ينفي. الإعصار شاهين يتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب شمال عمان والإمارات. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية على شاشة الحدث. نددت اليونيسف بمقتل وإصابة أطفال بقصف حوثي باليستي على مأرب، وقالت إن الهجمات على المدنيين وبينهم الأطفال خرق للقانون الإنساني الدولي، مضيفة أن أكبر عدد من الأطفال الذين أبلغ عن مقتلهم أو إصابتهم أكبر من أعداد الأطفال الضحايا على مر شهور سابقة. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من جهته عبر عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية إيرانية الصنع. قال الإرياني إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب هو عمل انتقامي جبان يعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق انتصار ميداني. كما استغرب وزير الإعلام اليمني من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الإرهابية. هذا وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن أكثر من 35 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء جراء قصف ميليشيا الحوثي بثلاثة صواريخ باليستية على حي الروضة السكني بمدينة مأرب. أوضحت المصادر أن أحد الصواريخ سقط على منزل مما أدى إلى مقتل امرأة وطفلين وتدمير المنزل بالكامل. أشارت المصادر أيضا إلى أن انفجار الصواريخ قد أثر الرعب في أوساط المدنيين بحي الروضة الذي تستهدفه الميليشيات بشكل متواصل منذ تصعيد عدوانها على محافظة مأرب. اليوم ميليشيات الحوثية الإجرامية ترتكب مجرى بحق الشعب اليمني، بحق الأطفال، بحق الساكنين، بحق الآمنين النازحين الذين هربوا من ميليشيات الحوثية من بلاد، وإذا بهم تتعقبهم إلى هنا إلى داخل مدينة مأرب، مأرب الآمنة المختطة بالسكان أكثر من 2 مليون نسمة، وتقوم إذا ضربت في الجبهات وإذا هزمت وإذا كسرت من رجال الرجال إذا بهم يرجعوا يضربوا صواريخ باليستية على بيوت الساكنين الآمنين. فندعو المنظمات والتي لا نؤول عليها أن تقف إلى جانب الشعب اليمني، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الإنسان إن كان لديهم إنسانية، أن ينظروا إلى هؤلاء الأطفال، ماذا ارتكبوا، ماذا عملوا من جريمة حتى يقتلوا بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية. إن كانوا رجال فرجال الرجال منتظرين لهم في الجبهات، فليذهبوا إلى هناك، يدعوا مأرب آمنة، يدعوا مأرب ساكنها آمنة، وليتفضلوا الجبهات. الحوثي استهدف الأطفال والنساء فوق الغداء وهم آمنين، ما بهم أي ذنب. إحنا بنتغدى وإذا بالحوثي صاروا خير يضربون على المدنيين، أصابوا المدنيين وفزعوا الناس وخربوا البيوت، قتل بعض الأطفال وجرحنا النساء. ولو في الشجاعة الحوثي لا يضرب المدنيين في الأحياء السكنية، يضرب الناس في الجبهات ويقاتل في الجبهات قتال الرجال. وقد دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى وقف الحرب في اليمن، مؤكدا أن الحكومة الشرعية تمد أيديها للسلام. وخلال لقائه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل قال هادي إن جماعة الحوثي ومن يقف خلفها لا يؤمنون بالتعايش والسلام ولا يجدون إلا لغة السلاح.
بدوره أكد باريل على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن وصولا إلى تحقيق السلام. هذا وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تقديره للدور الذي تلعبه السعودية في محاولاتها لإنهاء الأزمة اليمنية، وأعاد التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي لها. ما يحدث في اليمن مأساة فظيعة للشعب هناك وله تأثير على المنطقة برمتها. نقدر جهود المملكة العربية السعودية الموجهة نحو إنهاء النزاع وندين الهجمات العابرة للحدود على أراضي المملكة. ويجب أن أذكر هنا تردد الحوثيين في وقف إطلاق النار الذي كنا نطالب به. هذا الصباح التقيت بالمبعوث الأممي لليمن هانز غرومبرغ وأعدت التأكيد أن على كل أطراف النزاع الوصول لتسوية سلمية. وقد أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن رهان ميليشيا الحوثي على الخيارات العسكرية في اليمن هو خيار خاطئ وخطير. كما بينت لمعالي خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن ورفضها لمبادرات السلام واعتدائها المستمر على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة الابتزاز والمساومة. حذر مجلس الوزراء السوداني من أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والقمح والوقود على وشك النفاد بسبب إغلاق شرق البلاد، مؤكدا على أنها قد تعثرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي رغم كل الجهود للإفراج عن حاوياتها. لكنه أكد في الوقت نفسه أن قضية شرق البلاد عادلة ولها أولوية قومية قصوى. واعتبر المجلس في بيان أن حل الملف هو سياسي بالأساس، مشددا على أهمية أن يدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة. كما حذر المجلس من تبعات إغلاق الميناء في بورت سودان والطرق القومية بما يضر بمصالح السودانيين، واصفا تلك الأساليب بأنها ترقى إلى جريمة في حق ملايين المواطنين بحسب البيان. من جانبه نفى المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تصريحات الحكومة حول منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق، وقال المجلس إن الأدوية لا تزال بالميناء بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة للأمر بالتصعيد في شرق البلاد. كما استنكر في بيانه بيان الحكومة واصفا إياه بأنه عار تماما عن الصحة، ومؤكدا أن التروس لن ترفع في الإقليم الشرقي ما لم يلغى مسار شرق السودان، وأن المجلس ينتظر قرارات لحل المشكلة مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها بدلا من بيانات الإدانة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التحالف الدولي اعتقل 2 من قيادة تنظيم داعش في ريف الرقة. وأوضح المرصد أن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، كما اعتقلت 2 من داعش إضافة لعدد من النساء. أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة. وقد أعلن الجيش الأمريكي أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قتل بغارة جوية في منطقة إدلب قبل أيام هو سليم أبو أحمد. اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إسرائيل بالوقوف وراء انفجار 23 من يونيو في مجمع تساي لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج. وقال إسلامي إن مكان المجمع خاصة مكان كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد جرى تدميره جراء الانفجار، مشيرا إلى أن التحقيقات حول الانفجار ما زالت جارية، قائلا إن تفاصيل مهمة عن هذا الحادث قد قدمت لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وفيينا. و طبیعی است که بایستی اونها ابتدا موقعیت و موضع خودشون نسبت به اون حادثه روشن بکنن و ما باز تابع مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستیم.
شهدت مدينة طنجة في شمال المغرب مواجهات ومشاحنات وعراكا بالأيدي وتبادلا للسباب والتهديدات بين النواب المنتخبين الذين نجحوا في الانتخابات المحلية الأخيرة، وذلك خلال جلسة انتخاب رئيس مقاطعة طنجة. تحول الإعصار شاهين إلى عاصفة مدارية عند وصوله لليابسة في شمال سلطنة عمان، وقد شهدت محافظتا شمال وجنوب الباطنة رياحا قوية وأمطارا، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في الممتلكات قبل أن يخف مستوى هطول الأمطار في المحافظات القريبة من مسقط. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان قالت إن خدمة الكهرباء قد انقطعت في ولايتي بركاء والمصنع بمحافظة جنوب الباطنة وولاية سويق بمحافظة شمال الباطنة، وتتجه العاصفة إلى محافظة مسندم شمال السلطنة وإلى المناطق الشمالية من الإمارات. كما أشار مراسل الحدث إلى أن المنطقة الشرقية من الإمارات تشهد استقرارا في الأجواء إضافة إلى انخفاض بارتفاع الأمواج، وقال إن فريق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب لأي تطورات. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الحدث.net. في أمان الله.